أهلا بحضراتكم مرة تانية في دولة تشاد اللي زرناها عشان نكون شهود على فتح واحد من أفضل مناشئ اللحوم الأفريقية للسوق المصري. دولة ضخمة مساحتها 1,284,000 كيلو متر، وثروتها الحيوانية تقدر بحوالي 120 مليون رأس من الماشية بخلاف الأغنام. ومصر من خلال حزب حماة وطن اللي بيرأسه الفريق جلال هريدي نجحت في إنشاء مزارع مصرية لتسمين العجول في تشاد وتوردها مسبوحة مبردة لمصر على 4 رحلات أسبوعية لشركة مصر للطيران، تمهيداً لجعلها رحلة يومية، وده من خلال عضو الأمانة المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني في الحزب ورئيس الشركة الوطنية الكويتية واللي أسس شركة سايبو تشاد في قلب العاصمة أنجمينا. ومفيش جدال إن مع ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي كنا لازم نتحرك فوراً على المناشئ العالمية الكبرى للحوم، ومن هنا كان القرار في حزب حماة وطن هو الاتجاه لدولة تشاد اللي بيفصلنا عنها 3 ساعات طيران بالكتير، وفتح المنشأ والاطمئنان للوضع الوبائي وقوة البنية الأساسية للثروة الحيوانية وخصوصاً المجازر والتلاجات وخبرة أهلها في الذبح للعجول الحية. وإن كنا متأكدين إن الذبح إسلامي وحلال 100% لأنها دولة إسلامية في المقام الأول، وهناك أرخص حاجة اللحمة، وبجد مش هزار المواطنين في تشاد بيفطروا لحمة يومياً، تخيلوا. النهاردة هنزور مسلخ الفرشة الشهير في العاصمة أنجمينا، مجزر ضخم ووقت الذبح بيتحول لخلية نحل، وكل عامل بينفذ مهمته باقتدار من أول الذبح لاستخلاص الجلد للتشفية للتقطيع وكمان الوزن للحوم والأختام وبعدها الحفظ في التلاجات. وطبعاً كل ده بيتم في دقائق معدودة لدرجة أن طاقة الذبح للمجزر بتوصل ل3,000 خروف يومياً أو 2,000 جمل أو 2,000 عجل، وده رقم ضخم بيأكد مهارة الجزارين في تشاد. وبالمناسبة بنزور مجزر الفرشة تحديداً لأنه المجزر اللي مصر هتذبح فيه العجول من مزارع التسمين اللي أنشأناها في أنجمينا، وبالتالي كنا لازم نوري حضراتكم قوة المجزر اللي أنشأته حكومة فرنسا وقت احتلالها لتشاد، ولغاية النهاردة التشاديين محافظين عليه لأنه فعلاً من المجازر القوية المعدودة في إفريقيا للحوم. وبالمناسبة كتجربة جبنا عجل من المزارع المصرية عشان نذبحه في المجزر ونشوف لون اللحم والدهن والوزن، وبجد أبهر الجزارين التشاديين نفسهم. اللحم وردي والدهن أبيض شفاف ومحدود جداً، والوزن تجاوز 380 كيلو جرام، والتصافي وصل ل 58%. وأكتر شيء لافت للأنظار هو قوة الجهاز البيطري في تشاد، أكتر من 6 أطباء بيطريين منتشرين في المجزر للإشراف الكامل على العجول وفحصها ظاهرياً ومتابعة عملية الذبح والتأكد من خلو اللحوم من الأمراض الحيوانية.